يروى عن البحتري أنه كان يبالغ في طلب الاستحسان حينما يلقي قصائده، حتى أنه كان يتوقف بعد كل بيت ويقول لنفسه: أحسنت والله، ثم يلتفت إلى مستمعيه ويقول: ما لكم لا تقولون أحسنت؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن يقول مثله، ويقصد بذلك شعره. وفي هذه الحلقة سنرى بركة المتوكل وإيوان كسرى من خلال شعر البحتري، وسنعرف إن كنا سنقول له: أحسنت يا بحتري. مرحبا بكم في برنامج استئناف الحضارة. إن البخيلة لم تنعم لسائلها يوم الكثيب ولم تسمع لداعيها، مر التأود في قرب وفي بعد، فالهجر يبعدها والدار تدنيها. يستعير البحتري ما يمكن أن يسميه النقاد تناصا، والبخيلة هذه التي لم تستجب للبحتري يوم الكثيب ربما تكون التي قال فيها امرؤ القيس: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وفاطم امرئ القيس تقابلها ليلى في قصيدة البحتري المشهورة بوصف بركة الخليفة المتوكل، ويبدو أن الكثيب أي تل الرمل كان المكان المفضل لمواعدة الحبيبات لدى شعرائنا الكبار. وإن كان البحتري غارقا في ماء البركة، فما الذي جعله يلتفت إلى الرمل؟ إن قرأنا القصيدة من أولها وليس من بداية الوصف للبركة، فإن شاعر الربيع الطلق الذي أتى ضاحكا كان فيما يبدو مغرما بالمقدمات الطللية. وها هي ليلى تهمله وحيدا على الكثيب، كما أهملت فاطم امرأ القيس وحيدا أيضا على الكثيب. نحن الآن في مدينة المتوكلية التي بناها الخليفة المتوكل في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، وسماها باسمه في منطقة الماحوزة على بعد 10 كيلومترات من مدينة سامراء أو سر من رأى. وأتى المتوكل لمدينته الجديدة بالماء من نهر القاطور، أي المقطوع أو الذي تم شقه من نهر دجلة. في المدينة قصر فخم هو القصر الجعفري، كان مقر إقامة المتوكل إلى جانب قصور أخرى، لكن هذا القصر أنشئت أمامه بركة. يقول البحتري: إن بلقيس لو كانت قد مرت بها لحسبتها الصرح حينما قابلت سليمان بن داود، وظنت أنها ستخطو على الماء وكشفت عن ساقيها. البحتري بوصفه أحد ندماء الخليفة المتوكل ومادحه وواصف قصوره وقصور غيره من الخلفاء، يمشي الآن حول البركة متأملاً: كأن جن سليمان الذين ولوا إبداعها فأدقوا في معانيها، فلو تمر بها بلقيس عن عرض قالت هي الصرح تمثيلاً وتشبيهاً. يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها، والآنسات إذا لاحت مغانيها بحسبها أنها في فضل رتبتها تعد واحدة والبحر ثانيها، ما بال دجلة كالغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها. أنت يا بحتري رأيت البركة البديعة على حقيقتها، والجميلات في مقصوراتهن حول البركة. وعلى أي حال نحن لن نخبر ليلى، لأننا لسنا من هواة النميمة، وربما تغفر لك المبالغة هنا في وضع البركة في مرتبة أولى يليها النهر، لكن ما بالك لا بال دجلة وأنت تضع نهر دجلة في منافسة مع بركة المتوكل وتشعل الغيرة بينهما؟ أكنت مشغولا بليلى وقلبك مع غيرها؟ لا تغضب يا بحتري، فنحن نعلم أنك تتحدث عن بركة ونهر، لا عن امرأتين تتنافسان على قلبك. لعل صورة الخيول وهي منطلقة بعد إفلات أعنتها قد فتنتك يا بحتري. أما سبائك الفضة السائلة فهي تشبيه بسيط، وإذا مرت ريح الصبا على الماء فجعدته وبدا الماء
كدروع مصقولة ومخططة بخطوط تبدأ سميكة وترق عند أطرافها، فإنها صورة وإن كانت جميلة لكنها ثابتة. والمقارنة بين سطوع الشمس وسقوط المطر على بركة المتوكل سوف نفهمه على أنك أقمت فصولاً تغيرت من صيف إلى شتاء حول هذه البركة. أما الصورة المدهشة حقاً فهي السماء الوامضة بالنجوم في انعكاسها على ماء البركة. أنشدنا يا أبو حتري. تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها، كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في مجاريها. إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا مثل الجواشن مسقولا حواشيها، فرونق الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيها. إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها. لم تقل لنا يا أبو حتري كم من الوقت كنت تصرفه وأنت تدور حول البركة، لأننا علمنا من قصيدتك في وصفها أنها كانت بالغة الاتساع والعمق، حتى أن السمك لم يكن يبلغ أطرافها وكان يتقافز في مائها بزعانفه ويسقط على الماء كطيور تنقض بأجنحتها. لله درك يا أبو حتري، يبدو أن سمك بركة المتوكل كان عظيم الحجم وأن البركة ذاتها كانت كذلك بصحنها الرحيب على الأرض وبالبهو المتخيل أنه قائم عليها، بينما تمثال لدولفين منصوب على حافتها لا ينظر مباشرة إلى الأسماك حتى لا تفزع من صورته. ويبدو أن المتوكل كان مقتبطاً بالبركة وأنت تنشد: لا يبلغ السمك المحصور غايتها لبعد ما بين قاسيها ودانيها، يعمن فيها بأوساط مجنحة كالطير تنقض في جو خوافيها، لهن صحن رحيب في أسافلها إذا انحططن وبهو في أعاليها. صور إلى صورة الدولفين يؤنسها منه انزواء بعينيه يوازيها. ما بدأ تمسحاً بالطلل وتوبيخاً لليلى لأنها لم تستجب للبحتري على الكثيب، ثم وصفاً لبركة المتوكل انتهى مديحاً لصاحب البركة، فهو في النهاية من سيزن القصيدة ذهباً. محفوفة برياض لا تزال ترى ريش الطواويس تحكيه وتحكيها، ودكتين كمثل الشعريين غدت إحداهما بإذا الأخرى تساميها. إذا مساعي أمير المؤمنين بدت للواصفين فلا وصف يدانيها. ربما كانت الدكتان مما يجلس عليهما الخليفة المتوكل، ولأنهما ككوكبين ساطعين فربما كانتا مقصورتين عاليتين على جانبي البركة المحفوفة برياض تشبه في ألوانها ريش الطواويس، أو أن الريش هو الذي يشبهها. ونحن وإن اكتفينا بلوحات البركة في القصيدة فإنها قصيدة طويلة يمكن الرجوع إليها كاملة في ديوان البحتري. لقد كان المتوكل حياً يرزق حينما وصف البحتري بركته، لكنه لم يكن حياً ولا كسرى كذلك حينما وصف البحتري ديوان كسرى. كما استعار البحتري خيبة الأمل من امرئ القيس وكثيبه، استعار كذلك من السموأل عظة صيانة النفس من الدنس. يقول السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ويقول البحتري في قصيدة وصف إيوان كسرى: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعسي ونكسي، حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي.
ونحن لن نقسو على المحتري هنا. يكفيه ما فيه بعد مقتل المتوكل وتداعي الهموم عليه، حتى أنه شد عنان ناقته إلى المدائن ليروح عن نفسه، فبكى عند إيوان كسرى. نحن الآن في سلمان باك، على بعد 40 كيلومتراً جنوب بغداد، وسميت كذلك نسبة إلى الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي دفن فيها. تقع سلمان باك على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وفيها الأثر الشهير إيوان كسرى، المعروف محلياً بطاق كسرى، وبالفارسية إيوان خسرو. وسلمان باك هي قدسيفون قديماً، والتي كانت مدينة من 5 مدن تعرف تاريخياً في العراق بالمدائن. بدأ بناء إيوان كسرى في عهد كسرى الأول المعروف بأنشروان، أي الروح الخالدة، بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين أو الروم عام 540 ميلادية. كان هذا الإيوان ما وقف أمامه البحتري منشداً: أذكرتنيهم الخطوب التوالي، ولقد تذكر الخطوب وتنسي، وهم خافضون في ظل عال مشرف يحسر العيون ويخسي، مغلق بابه على جبل القبط إلى دارتي خلاط ومكسي، حلل لم تكن كأطلال سعدة في قفار من البسابس ملسي، ومساع لولا المحابات مني لم تطقها مسعاة عنس وعبسي، نقل الدهر عهدهن عن الجدة حتى رجعنا أنضاء لبسي، فكأن الجرماز من عدم الأنس وإخلاله بنية رمسي، لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرسي، وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلبسي. نعم، إنه بنيان شاهق يتكون من جزئين: الإيوان ذاته والقوس إلى جانبه بارتفاع 37 متراً وعرض 26 متراً، ويعتقد أن غرفة العرش كانت تحت أو خلف القوس، وكان مبنياً من الآجر بدون دعامات على أرض طينية صلبة. الجرماز أو البهو العظيم من الإيوان يراه البحتري قبراً لخلوه من الناس، وهو إذ يرى الإيوان كجبل من جبال القبق، أي القوقاز، فإنه لولا الحياء لقال إن قومه يعجزون عن بناء مثله. وإذ ينتهي البحتري من وصف عظمة الإيوان الذي كان في تمامه بارتفاع 50 متراً، فإنه يصف الآن جدارية تخلد معركة أنطاكيا، إحدى معارك الفرس والروم، ومن دقة الرسم تبدو المعركة كما لو كانت حية، حتى أن البحتري يمد يده ويلمس اللوحة ليبدد الشك في أنها لوحة. وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنوي شروان يزجي الصفوف تحت الدرفسي، في اخضرار من اللباس على أصفر يختال في صبيغة ورسي، وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم وإغماض جرسي، من مشيح يهوى بعامل رمح ومليح من السنان بترسي، تصف العين أنهم جد أحياء لهم بينهم إشارة خرسي، يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتقراهم يداي بلمسي. ربما ربت أحدهم على كتف البحتري مواسياً وقدم له كأساً يصفها بالنجم الذي يضيء الليل وبمجاجة الشمس، أي شعاعها. وإذ يشرب البحتري يتوهم أن كسرى صاحب الإيوان نديم له، وأن البلهبد المغني الفارسي يؤنسهما بالغناء: قد سقاني ولم يصرد أبو الغوث على العسكريين شربة خلسي، من مدام تظنها وهي نجم ضوأ الليل أو مجاجة شمسي.
وتراها إذا أجدت سروراً وارتياحاً للشارب المتحسي أفرغت في الزجاج من كل قلب، فهي محبوبة إلى كل نفس. وتوهمت أن كسرى أبرويز معاطية والبلهبذ أنسي، حلم مطبق على الشك عيني، أم أمان غيرن ظني وحدسي. لئن وصف أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي المشهور بالبحتري أي القصير القامة، بركة المتوكل وإيوان كسرى، فإن الجن كان حاضراً في القصيدتين. في البركة كأن جن سليمان بن داود شيدوها، وفي الإيوان يختلط الأمر على الشاعر. أكان ما يتخيله من حياة سابقة فيه؟ صناعة الإنس للجن أو العكس؟ وفي مرآة خياله تمر الحسان وحفلات الإيوان الصاخبة، تلك التي لم يكن بالطبع حاضراً فيها، لذلك يبني استغرابه على المجهول. ليس يدرى أصنع إنس لجن سكنوه أم صنع جن لإنس. على أي حال، هل يمكن أن نقول الآن للبحتري أحسنت الوصف يا بحتري؟ وإن كافأك المتوكل أو كسرى بكيس دنانير ذهبية، فلا تنسى شراء هدية لليلى، إنها تنتظرك بشوق على الكثيب. إلى لقاء جديد في موعد جديد مع استئناف الحضارة.